wasiirka cusub ee amniga qaranka ee dawladda Soomaaliya oo maanta si rasmi ah xilkiisa ula wareegay mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Banaadir oo kulan ku yeeshay maanta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya munaasabad lagu soo dhaweeyay wasiirka cusub ee amniga qaranka ee dhawaan la magacaabay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dawladda Kenya oo sheegtay in dagaalka ay kula jirta argagixisada uusan ahayn mid ay ku bartilmaameedsanayso muslimiinta waddanka Kenya deegaanada miyiga ee gobolka Galgaduud oo ka soconayo barnaamij lagu la dagaalamayo jahliga qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontaan warkeena waxaan xilligan u diyaarowey Maria Sayla qadarac iyo sidoo kale u diyaar garowa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تو عندي دلحتي بدأ وضيع الملك سوا جوكتان كنا سود وادا وركي رويل ودي كجسود تبي يستودي هي سما قال هذا لندن ما قال هذا مقدشة يا لقو قبتي مناسبة وحلك كل وريقي وزير كعسوب وزارة أمن قرن كي دولة الصومالية عن مناسبة داسي نوقع بقل وريه إن محمد إبراهيم جابو وربحين توركنا مقدشة نوقع صعد راي خليف أحمد ديريك وزير أمنية حكومة الصومالية يا مانتا سيبو حدولو وريجي حلك وزير نمو مناسبة دو حلك كلو وريجي يا وحا كسو قيب قلي وزير كاشان ديكي حكومة الصومالية تليا بوليس كصومالية وزير دولة وزارة داريمها قدها يقولي بحمنا كلو كسو عدي دولة الصومالية وزير كاشان ديكي حكومة الصومالية محمد شيخ حسن حامد وحلك أسيسي كميل قارة وهي يا مانتا سير رسمي وريجي وزير أمنية حكومة الصومالية خليف أحمد إيريك او مالمكور وريجتك سو بعد حفيز رئيس الوزراء لغو مقعبي وحونا وزيركا قاشان ديقا رجاكا موجيه إنو وحوين كبدالي دونو أمنيقا مقالاذا مقدشو وزيركا أمنيقا دوالا مقعبي ودارنتي سيدة كليا أغو بحكرنا وحاوين أسكو دوبنانو وأن أغانو إن نبدو أي كل جانا نقودة جميس وهذا مقالاذا سيدة لونجولي أطفق أسيلا أمنيقا سيسوغا لكن وحاكتق روح بدل إنان أمنيقا وضا سيدنا سيدة كليا أمنيقا وضا سيدنا وحيطا إن مسؤولين دي دولين دي قعان لغو سيئة وحالدها لو جيرو لغا سوى بلاو قفل بغوريغا ودقيا إنو أمريكي سيكون بلاو عروتي سماشي آذاني ماشي كيمان إنو قوقيها كدب درس كيسا وقوقيها وصوى قرني إلا فلق الأجار إلا حافظ الأجار إلا دقمدي إلا قرنت الأجار مقرنتي يعني وحان مدى صومالي لان ترجينينا إنه يأذها أمريكا وإنت بدن آدئ سقل عدد وآن لفيرنين رمتي عيد مدى أتاقن إن إيراليان أي دفاعان ومدى الصومالية الروك كدة آية قرحة كدة قرحة قبنا يسوع دري الأنتاء توبر الأنتاء وشهر الأنتاء لبكاس نوحي وجرا وحوي إن يدك إذا دفاع عامل أنا كبرك هدي عيد مدى أم بي لقد وذن إيوه راشين أكو أفران دان لقد وذن والبا وركها لقد وذن خليف أحمد ديريك ويسنا ما أنت اللو وريقي حلك وزير كاملقة أي مناسبة داسي هذا الكجيدي وحونا تلمامين ودادال ليرا هذا قلين دونو سي مقالة مقدشو يولي با قدهان تلك الصومالية أملقة دو أسوق ناضو كنتي عدان اللو وداعو غريكي كأب دل حلك المان وحل أب وحل أب وحل لوبا هاي هيماتي دباتر ودوك هاي سلطاي آي تاي أمكم حال الدريب كرتان وحضرت قبل يوحى وباهي خاصة حلك وزارة الأمن القرب وحي إتاقت إن أي قف قصة وموادن ودلك أقول لشي أما دلك هجوب أما دبد هجوب إي قف قصة ومرتية ودلك هجوب إن أي أمن إيسا كانتدي سأي الملك انت تبوح على الله الكريم ورجال تأمين عيدوا كاشر يسا شعب خير الصلاة وقل الشيء تدكي دقائك لها تدكي دقائك لها في أمنك كلا شفين هذه آدم تاس مليلين وزارة غير داني وزارة داني مقال كرتو أمنك انت تاس بركة إن شاء الله وحسولينا إن أمنا كاشرينا شعب خير الصومالية دولة ديدة إلى كبوليس دولة ديدة تنكلي محمد إبراهيم قابل رويال تي في مقدشو
mid ka mid ah beelaha banaadiriga ee magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen ayaha beesha adawr bixin arrinkaasi ku saabsan Cabil Abokar ayaa Muqdisho ka soo diray kulankan ayaa ah mid ay isugu yimaadeen wax garadka dhalinyarada salaadinta aqoonyahanka iyo ganacsatada beesha Shanshiye Aba Sheekh ee ku abtirsata beelwinta banaadiriga iyadoo kulanka lagu qabtay hotelka Maleeka ee magaalada Muqdisho isla markaana uu soo qaban qaabiyay Suufi Maxamed Cabdullah kulanka oo xoogga lagu saariyay sidii si wada jir ah waxay wada qabsan lahaayeen beesha Shanshiye Aba Sheekh ee ku nool dalka gudhihiisa iyo dibadiisa ba ayaa la isku waafaqay gabagabadii kulankaasi magacaabista hoggaan ku meel gaar ah iyo gud shura oo ka shaqeyn doona doorasho hoggaan mideysan oo ay yeeshaan Shanshiye Aba Sheekh hadaba kulankaasi ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga arinsanayay sidii si wada jir ay wax wada qabsan lahaayeen beesha Shanshiye Aba Sheekh ee ku abtirsata beelwinta banaadiriga ayaa waxa u dhacay sidan marka waxaan go'aansanay go'aamada soo socda koo waxaa loo magacaabay hoggaamiye ku meel gaar beesha Aba Sheekh ilaa laga dooranayo hoggaamiye rasmi ah waxaa loo magacaabay Abu Mukhtar Cabdallah labaad Iker Osman waxaa loo magacaabay hoggaamiye ku celinaya mar labaad waxaa loo magacaabay ilaa laga magacaabay hoggaamiye rasmi ah hoggaamiye ku meel gaar ahaana Abu Mukhtar iyo Iker Osman labadoodana waa aqbalin Abu Mukhtar sidoo kale waxaa la magacaabay guddi shuuraha guddigaas oo laga sugaayay waxay tala waxay warbixinayaan shirka soo qaban lahaa guddi shuuraha waxaa ka mid ah macruuf maxamed cabdallah beeley cali bano xasan jiilaani abbas xaysiid intana waa la isku waafaqay guddi dhaqaalaha guddi dhaqaalaha waxaa hogaamiya waxaa madax u ah Suufi Maxamed Cabdallah oo loo yaqaan Klaus waxaana ka mid ah guddi dhaqaalaha Cali Baano iyo Daadi Baqa waxaa kaloo ku jira guddi dhalinyaraha guddi dhalinyaraha waxaa ka mid ah Saqaawa Dulqaatul Caama Abdullahi Maxamuud waxaa wareer gaaban uu jeedinayaa nimankaan u duranay hogaamiyaasha Aba Sheekh oo ku meel gaarka waanu ku farxay ku meel gaarnimada waayo dimuqraatik maaha si dimuqraatik ma laygu soo dooran hadda si ku meel gaar waaye waa soo tartami kartaa tartan waa soo geli kartaa waa lagu dooranaa waxaan kale waa ku faraxsanahay ila shaqeeya hadda idinka ila shaqey kari ana wax ma qaban karo ka meeshaan kulugna hotel malaika dhalinyaradii iyo odayaashii halkaanu kusoo kulumnay ilaahay khayr alaanu rajeeyo shirkan shirki lagu guuleysta allah ka dhigo annaka waxaan nahay ku meel gaar intii oo naga dooranaya ninka kasta la doorto waa isaga kuseysa hadhowdi hadda ku meel gaaraa nahay waxaan rabnaa dadka dibadda jiraan iyo kuwa gudaha jiraan yacni waxaan rabnaa inaan muwaafaqaa maqanaa aan isogaanaa mar kastaba aan isla socodnaa wixii ardahayna iyo wixii danahayna ah maka socod wabillaahi towfiiq waxaan ku fariisanay beesha Shanshiye Aba Sheekh waan ogaa waxaan u gaarnay inaan ismaamulno gudaha iyo dibadda inaan isku xirno oo la dhaqameeyaasheyna waa samaysay laba oday aan samaynay ku meel gaar ah hadhow anagaa dooran doona kiyo gacanta ay doono allaha noo keeno oo wadada xal kari doono waa isku ku doono wabillaahi towfiiq waa kuma idinku badan doono dadka dibadda jooga waxaa idin ka codsanaa bisekka lagu jiraa bisekka bisekka waxaa idin ka codsanaa walaalihiin reer Aba Sheekh u taabuwa taabuleen ilaahay dadkiisu u dhiibta akoobba idin sameyn doonaa idaacada ku rakisa joogta insha allahu taala telefoonyaashaas
هذا حليل توجيه وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن كان أي واحد نقول يا كيو جهري أو عين كان وقلاي سوي مادن بيش الشانشية بشقة كوابتر ستبلوين تبنادرجة يدونا كي ما أنتوا كسو جب جبو بي جوي ونعكسن عويل بكر محمد رويال تي في مقدشو. magalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweeyay wasiirka cusub ee wasaaradda amniga qaranka ee dhawaan la magacaabay. hadda warbixin arrinkaasi ku saabsan maxamed ibraahin gaabo ayaa markale muqdisho ka soo diray. munaasabadani waa mid lagu taageeray wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Khaliif Axmed Diriga ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socda ururka weynka Soomaaliyeed gudoomiyaha hore warta nabada wasiiradii hore arrimaha weynka ahna xilligan la taliyaha ra'iisul wasaaraha dhanka weynka iyo waliba marti sharaf kale. kulanka ayaa waxa uu horeen ka hadlay deeqa Cabdi Qaadir iyo waliba gudoomiyaha ururka weynka qaranka Soomaaliyeed Batuule Axmed Gaballe waxayna si isku mid ah u soo dhaweeyeen magacaabisa wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya iyagoo na tilmaamay inuu wax weyn ka qaban doono xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho. wax macna ma yeelanayso in la shaqeeyo muhiim ah haddeesa shacabka shaqeeyna qof kaligiisa ma shaqeyn karo wasiirna wax ma qaban karo. shacabka Soomaaliyeed waxaa la rabaa nimanka nabadiidka inay sheegaan ganacsatada waxaa la rabaa waxay qabiilada ku taageerayaan ay dowladda ku burburinayaan inay ciidamadooda siiyaan ee dadka shacabka baahan ay ku afuriyaan ayagana ka rajaynaynaa. wasiirka amniga qaranka sareeyo guuto Khaliif Axmed Erey oo ahaa jiray gudoomiyaha taliyaha nabadsiinta gobolka Banaadir oo aad iyo aad loogu aqoonsado halgankiisii iyo madaalanimadiisii iyo hawshi uu ka soo qabtay gobolka Banaadir ummadda Soomaalida ugu adeegayay. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil oo ku bilaabay shaqada askarinimo ilaa uu ka gaaray sareeyo guud agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ahaana wasiirkii hore ee amniga isla markaasna ahaa wasiirkii maaliyadda isla markaana ahaa danjirihii dowladda Soomaaliya u magacaawday dalka Ingiriiska mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe ragga odayaasha ah ee lagu xushay dadaalka iyo Soomaalinimada iyo kartida ay dowladda Soomaaliyeed ku xulatay kuwii ay xilka kala wareegeen oo ayaga laftigoodu aan ka dadaal yarayn oo halgan dheer iyo wanaag iyo hurgaan fiican iyo Soomaaliya inay sabata bixiyaan naftooda u huray oo xilka hayay iyagana waxaan leenahay ilaahay ajir iyo xasanadeeda ka siiyo waxa aad noo qabateen. Khaliif Axmed Diriq ayaa la magacaabay maalmo ka hor kadib markii aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya lagu qaaday weerar iyo weliba qaraxyo qorsheysan. Khaliif Axmed Diriq wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa laga sugayaa wax ka qabashada xaaladda murugsan ee magaalada Muqdisho iyo weliba guud ahaan dalka Soomaaliya. محمد إبراهيم جابو رويال تي في مقدشو. تلسكا سرديكا دحي مغالا دا عدادو ايا وحا اي صوب بندقين هولو غلا عيدان اي كوفليين قدها مغالا دا عدادو ادور بحنا رنكاسي كو سابسان ديقا بوكار ايا عدادا كسو درتاي xilli dhawaan hadal ka soo baxay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka ximan iyo xeebkaas oo ku aadanaa amarsiinta laamaha amniga lagu amarsiiyay inay ka foojignaadaan amaan dare ka dhalata deegaanada maamul goboleedka ximan iyo xeeb ciidamada booliska ay howlgeliyaan ayaa maanta taliska ciidanka booliska ximan iyo xeeb waxa uu saldhigga dhexe degmada cadaado ku soo bandhigay. dad masoomayaal ayaa gabyadii ku afurayeen oo ciidamada ximan iyo xeeb ay ka soo qabteen xaafada ka mid ah magaalada cadaado وادات فلال أمن دلال الحريرين يو علي محمد أحمد علي عقوي نيتاليا صليقة دحي مغالا دا عداد وصحافة دا كلها اللي حلقا يداد كاني كسو بانديغين صليقة دحي عدادو ياوحا وشيغين داد كاني لسوقب داد كاني ترادو دو إيقاري سو أفرطان روح ودن بياك لدوان لغو سوقب تاي هول قل كنو يهي مدي سيودي دونان عيدن كبوليسكا هذا أقول كان هذا ماريس هذا مركز عدا أنا صوبه غني ده لا أفترن يصدح وفجرة وحيالي كور حالا ندور قفص سيده كلام ماريس أو الجرة ابن الدرح حقد الحريرة اللي وصل قطعي هذا نكو أسوي كحريهين كوانو نو أكو ماريس مصام ياشا مغيدو في الرأي هول قلنا أنا ويس عندنا إن شاء الله ده الله إدمه لا حد لقى جاره أو وقت لقى جاره لا وقت يعدى نغنى سانو هذا ماريس كل شيء ما يالك لكن لا حد ويس عندنا ده اللي ره anka kale waxa asna saxaafada isla goobta kula hadlay gudoomiyaha ku xigeenka degmada cadaado nuur yar oo xeelay shaar bacade
لوگو تلاش کرده هر تمرک و هر داده این فیسون گناهیو لصاره یا حبسی ای متقن ای لوگو ایکم دستان که دنبال حلوگو تلاش کرده اهل عدی دیب اوصال لابته ای لوگو سعیو انتها ورگل کردن اوصال ده دیب اوصال لابته انتها دم متقن گناهی حبسی لاجری انتها لابع لگه قاضی دانو تلاش داده سعی نقد دان تمد آن حتی لوگو عفیدونی وقتی گونه ایکم میشود دانان حکم نگار لاجری دان. إذا ماذا مامور قبلت كحمن يحب يهاتن هول قلب بلارن وحيك وطن جده مجلة عذاب وحرم تمام كحمن يحب حافظه ذاك الدبن إذا نسيتوا كل مسؤولين تمام كيدقنينه كما دم بيسا إيكا سو صار عندك كهوب كسيد شرع درادة مجلة إذا كم مرة يا مر لعن كواس ويشجن قف كل جوار كا إنه إس حكومي لمن أقول قل كان وقت جوسو جبو جبو بدونا تقاو كرجينو تيفيغ عالمي غاي رويال مغالا دا عدادو ديگانا دا ميغي قبولا دا قلقدو دا يا وحا كسعونا يا برنامش اللوغولا دا غالمي جهليغا قريس تا يو اقريس لاان تا عدا وربحان عارين كاسي كو سابسان دا قابو كرا يا عدادة كسو درتاي اللهان اللوغو تلا غالايلا دا غالان كا جهليغا اقريس قريس لاان تا اسلامار كان تولو انكا ترسان حمان يا حيبي هو سيما دا مغالا دا عدادو يحرون تمام ملكا حمين يحي بيكا فلين ايان مواصد وحبرشا ديفتين قبلة دحي ايامي دا ايكا فايدي سن ايان إلا انكا بدن لباكون او داد ريرمي او سوكو جرالاق يدو مربا قاركا مدادك ايكا فايدي استا اللحن ايا وحا ايشاقين ايا دوو فرحسينيين اسلا مركان مهيمة دوينو او يحي اينا كوبرتين قرس اي اخرين انتا با ايسان هورو واقين محاور كا اني محسن ماما هدلين اني انا كنا قولوين محقاسي محان كفاني محيار ضانا كدقى نورا انا اقول مركا ماد علمي نمضي محاكم اذا انو حالي تا حساواها تشف ايو انجليش ايو سوالي كلا اولا انكسو قد بي انتا سالي تا ها سنت كورا هرا وانسو فايدي سو سوالي اكسو برت حساف تا هادا نحكب استي تشف ايو انجليش سكولا هادا لغفوي وحبرشان كفا ايبني حساب سوالي وحكستو حبما انا اقول اسمان معالي حسن قيلاغا سما قودي مواصده يفتين وسنا دنكي سهد الجيدي وحاو تلمامين وجيدكا واللهني ويهي ان لغا عرب ترى قبولكا جهلي دا قرس قرس لانتا وجيدو دا برامج كان واحد تهي بلنقاتك يفتين اي بلنقات او احا ان او ديغان كان ايو قبل كان اون نوضو قبل لغو تلمامو قبل اقوانيت قبل وحبرشو وقت بضان ايو وحوا ميل جهلي ميل بابا بضان وكجرو نال أنا خنت مارتي عن إيش سومرينن مركا إسبدل كي أعرف من أنا كسب إن برامج كاس خيب كم دايوها برامج كاس إسبدل كي سبحان الله لقيس اللي طار خيبات مجالين كوا وين إسكالات وين لقفرة أنت مجاله وين كنت على قبل كان وكود يلا إسكالات وين في يلا أو كان وير دور بقول أو أرض إيش هذا قاركون يكون أرض إيش هذا أي كفرا ماليه مركا تبرت قلنا ويسي إن لا هذا اما یار از آبیار تا وحنا صبح نواحله دار موبایل تیچن، این آردادو سکالات که دوستی سر دیگه تا لب داد بلاد فصح آه، این انتهای صبح بحان سبورده دو صبح قاتان، گنده دو بریزک آس صبح قاتان، گیت که هوسی سلاس و سیحدان داد کی، آرگ ده جلسه لیی میادن، این ایت خوف که مشه صبح خوب برانو خوب فنسیان، مرکز جدید دو برنامش که انساس ویان، فشین که وجود نبود لگلیان وحیت مدت نه نقط امت اغرا، امت وح اخرسه. واسان انتكيزة دحادة مواصدة وحبرشة يفتين واللعين كانو كلاهي كفلسو تولو اندارو كاترسان حماني يحيب سلمر كانو هوسي ماذا مغالا دا عدادو ديقاو كرچينو تلفشن كعالمي غاي رويل مغالا دا عدادو دولاد كيا يا وحا يشيكتين دقال كيو كلو جرتارغا قحسادا وصان هنمدا يكوبر تلمامي سانيسو مسلمين تكونوا لودن كيا عدا وربحنا رنكا سيكو سابسان نمعا محمد سابوني ايا مغالد نيروبي نوغا صوتر تاي اهور كيا تمدحوين هادل كيا ورباين تالها لا يا شاقين دولة ديسا يدقال كل جرتارغا قحسادا وكاليا يقف والبولي دكوا اما انكا بلساو سنهاين مدلغو باعسان ايا مسلمين تدل كني كيا مدحوين كيا تايا كدل بادددك مسلمين تا این ایک شقایان دنکه من کسی لغو هر تعداد کمر ول بکه هولن این ای حسیلونی درک عبوران قبل دی دیگانه دکینیا. اهور آیا اش تعداد کینیا کاحل و کسگنا کانتی که کامیگا این وسندگال کلچرین مسلمین تدل که، لکن دگال کی سویه میت کدنا کوکو گمبنا یا دنکه دین تا سی قطر اوجلیان من که.
madaxweynaha ayaa hadalkaasi u sheegay hoggaamiyasha muslimiinta dalka ee koontiyada galbeed iyo Nyanza xil ay ku sugnayeen koontiga Kakamega madaxweynaha ayaa sidoo kale ka codsaday muslimiinta dalka in ay caawiyaan dawladdiisa si meesha looga saaro weerarada argagixiso ee wata magaca diimaha socdaalka uu madaxweynaha ku tagay Kakamega ayaa waxaa ku weelinayay ku xigeenkiisa William Ruto iyo madax kale oo dawladda ka tirsan wuxuuna madaxweynaha ku dajiyay muslimiinta dalka inaysan qabin wax cabsi ah isla markaasina ay noloshooda iyo hooshoodaba sidii hore ku sii wataan isagoo xusay in waxa ay dawladdiisa la dagaalaysay ay yihiin oo kaliya dadka ammaanka ka soo horjeeda. Dhanka kale madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa sheegay in dawladda Jubilee aysan u ogolaanayn hoggaamiyasha inay adeegsadaan qabiil, diin iyo waxyaabo kale oo bulshada Kenyaanka siyaasad ku kala qaybinaya iyagoo wata dana gaar ah. Wasiirka macdanta dalka Kenya Najib Balala iyo hoggaamiyaha aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale ayaa iyaguna goobta ka sheegay in bulshada muslimiinta ay ku taageeraan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa dadaalada ay Kenya ku midaynayaan. Xildhibaanka Garissa ahna hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Aadan Ducaale ayaa sheegay in bulshada muslimiinta dhammaantood weli lagu cunsuriyeynayo laguna dhibo diiwaangelinta iyo helitaanka kibandhaha. Wixii ka dambeeyay markii deegaano iyo magaalooyin ku yaala dalka Kenya ay ka dhaceen weeraro qorsheysan ayaa dawladda waxa ay ku baacsanaysaa dadka muslimiinta ee ku nool dalka iyagoo lagu eedeenay inay ka dambeeyaan falalka amni dare ee ka dhaca dalkani iyadoo dhinaca kale dawladda uu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay meesha ka saartay in howlgallada ay wadaan aysan ahayn kuwo lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta ee ku nool dalkani Kenya balse ay yihiin kuwo lagu baadigoobo ee dadka lidiga ku ah ammaanka dalkani. نمع محمد سابوني تلفشن كعالمي غاي رويال نيروبي انتا يكسو غبا غبين يا داو ديال وركيات كلا سعوتين تي في غا رويال اني غو مريا سيلا عايا نيدين لسعوسيني اني يو باهد كلاي وركا يغلا قيب غشان انتا وركا ورلا ميدا مركا لابدو كو كل مدونا نعلم انتي نو يسكو دونو حنين كغتقين النبات كريم